يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة مستجدات التطورات العسكرية والإنسانية وآخر الجهود بشأن استعادة العمل باتفاق الهدنة الإنسانية. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي هانس جرونبرغ إحاطته الدورية للمجلس حول جهوده الأخيرة لإعادة إرساء اتفاق الهدنة، ومنها لقاؤه في 5 يناير الجاري مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وزيارته لمسقط ومباحثاته مع كبار المسؤولين العمانيين حول الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة.